يعني كنا عم نشوف نماذج من اعمال فنانتنا التشكيليه حنان الشامي. واحنا ننتقل الى يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيكم. يا اهلا وسهلا. يا هلا فيك. يعني حضرتك عم نشوف كنا نماذج واعمال مختلفه. نعم. ولكن ما صار لنا زمان متخصصين او يعني مخصصين هذا الوقت للمعارض. خلينا ننتقل لبداياتك. هلا بداياتي منذ الطفوله، يعني انا بحب الفن، بحب الرسم بكل انواعه، يعني حتى بحب فنون بجميع انواعها. يعني فكنت بفتره من الفترات يعني اذا شفت مشهد مؤثر كنت احتفظ فيه بالذاكره وخليه لبعد فتره اعتمد عليه بهالمخزون لانتاج اعمال جديده. يعني بعدين كان في تشجيع من الأهل، من الأقارب، من المدرسة. شاركت بفترة الإعدادي والثانوي بمعارض مدرسية، بنشاطات فنية. حطيت هدف أنه بدي أدرس يعني فنون جميلة، وفعلا بعد البكالوريا مباشرة انتسبت لكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وكانت محطة مهمة كتير بحياتي. بهاي الفترة تعلمت كثير من أساتذة كبار، فنانين كبار، معظمهم راحلين يعني الله يرحمهم، منهم محمود حماد، منهم فاتح المدرس، في كمان نصير شورى، في نزير نبعة، عبد القادر أرناؤوط. فكانوا هدول كلهم أساتذتي. بعدها تخصصت بقسم الاتصالات البصرية وتخرجت سنة 81. هلا بالبدايه فورا يعني انا عملت بمجال الاعلان، اشتغلت بالاعلان، بعدين عملت بمؤسسه للدوله، كنت اشتغل بمجال التصميم الداخلي والديكور وتصميم الاساس والمفروشات، يعني نفذت جميعها بمؤسسات وهيئات الدولة. هلا فترة بهالفترة بالذات يعني هو كان العمل يعني في جهد والوقت طويل يعني، لكن كنت فترة لفترة أرسم لوحات وشارك بمعارض يعني، وكنت كمان اشتغل منحوتات جمعية. ايه وكنت اشتغل بمنحوتات صغيره كانت يعني مستوحات من البيئه الشعبيه، تحكي قصص يعني عن البيئه الشعبيه، وكنت ارسم احيانا بالباستيل واحيانا بالالوان المائيه. تمام. ست حنان، يعني عبر اللوحات يلي مرقت معنا شفنا نماذج عديده، شفنا تفاصيل متقنه. نعم. عم تعبر يمكن عن ذاكره، ممكن عم تعبر عن حاله. طبعاً. في تفاصيل يعني انه اي مشهد او اي لوحه عم تمرق معنا بدك تتابعيها بتمعن، لانه بكل يمكن نقطة فيها عاطية حكاية وفي إلى قصة. خلينا نحكي عن قديش مهم اليوم ضمن الفن أنه ندخل هي التفاصيل، تكون روحنا موجودة، تكون قريبة اللوحة من أذهان الناس، وحتى يمكن يقدروا يفسروها، يحبوها، يعيشوا الحالة اللي أو توصلهم الحالة اللي أنت عايشتيها باللوحة. هلا بالوقت الحالي انا بشتغل بالالوان المائيه. اوكي. الالوان المائيه يعني نظرا لشفافيتها وسحر الوانها والمواضيع اللي باخذها من الطبيعه او من البيئه او حتى من الانسان يعني بحالاته وانفعالاته يعني، فهي الاعمال كلها هي يعني ممتعه بالنسبه لي ومحببه لدى كثير من الجمهور يعني، ومحببه كمان لدى النقاد يعني، وإذا كان في نقد عليها يعني ما بيكون لأنها مرسومة بالألوان المائية، لا، لأنه بتكون يعني يا مستواها غير جيد يا أما هي جيدة، فالنقد بيكون على المستوى تبع العمل. فأنا بشتغل على التفاصيل لأنه هي اللي بتغني اللوحة واللي بتعطيها جماليتها اللي أنا يعني رايدتها يعني. تماماً، ورايدة أنه توصل إلى الناس. أيوة. فهي هي
نعم. خلينا كمان ذكرتي حضرتك الالوان المائيه واستخدامك لها، كمان نحكي عن الغنى اليوم الموجود اللوني بلوحاتك وعن اختياراتك الى يعني بين الزيتي وبين الاكريليك، وكيف بياثر هذا الشيء بالنهايه على منتج اللوحه النهائي؟ هلا انا بعتبر انه يعني اي عمل بيحتاج لجهد، ان كان بالاكريليك او بالزيتي او بالمائي، فكل الاعمال تحتاج لجهد، وهي اللوحه الجيده هي اللي بتثبت وجودها، ما لانها مشغوله بالاكريليك او بالمائي او بالزيتي. فالالوان المائيه يعني هي حساسه وشفافه، بتحتاج للمسه فنيه، يعني صعب انه الواحد يعيد عليها وصعب انه الواحد يصلحها. بينما الاكريليك او الزيتي، هلا الاكريليك هو لون العصر بهالفتره هاي، فممكن يتمدد ويصير شفاف، ممكن يحافظ على سماكه معينه، ممكن ينعاد عليه يعني بالاثناء اللوحه. والالوان الزيتيه كمان نفس الموضوع، بينما الالوان المائيه يعني في صعوبه بتعديلها، مشان هيك بدها تكون يعني بده يكون الفنان يعني في دقه وفي خبره بلمسته الفنيه، لانه فورا ممكن تنتزع اللوحه يعني. تماما. بما انه عم نحكي على الدقه والخبره يلي لازم تكون موجوده بكل لوحه، اكيد كلنا مرقنا بوضع كثير صعب، ولكن الفنان بطبيعه الحال هو بيكون اكثر حساسيه للمناخ، للوضع، للوضع المعيشي، يمكن حساسيته عاليه بيتاثر بكل شيء اوفر عن الناس. شفنا معارض كثيره، شفنا مشاركات كثيره، شفنا اسماء جديده على الساحه الفنيه السوريه بدمشق خلال الازمه والظروف يلي مرقنا فيها. حضرتك ايضا كان عندك مشاركات، ولكن خلينا هيك نحكي بالعموم، كيف لقيتي اللوحات، الفن التشكيلي، هل الوجع اللي عشناه بتحسي انه هيك اخذ حيز اكبر من لوحات الفنانين؟ هلا يعني فتره الاحداث عم نحكي عليها، فتره الاحداث كانت بالبدايه الانتاج كثير ضعيف، يعني يعني للظروف الصعبه اللي عشناها، يعني البلد كلها كان وضعها ظروفها صعبه، فكان يعني الانتاج ضعيف، وفي صالات عرض كثير كثير اغلقت ابوابها، يعني بعض الصالات اغلقت ابوابها، لكن يعني صالات الحكومه والمراكز الثقافيه سعت انه بتحقيق استمراريه لفعالياتها الفنيه. وبعد فترة يعني صار في صالات جديدة استقبلت الفنانين من جديد، يعني وبهالفترة هاي صار في معارض فردية كتير ومعارض جماعية قدمت أعمال جيدة يعني بهالفترة، ويعني الحقيقة كانت متنوعة، يعني مو بس يعني عم تعرض أعمال تخص الأزمة، لا كانت متنوعة. وانا برايي يعني بهالفتره عاد النشاط، عادت الحركه التشكيليه لنشاطها الفني، وصارت تعطي اعمال جميله وجيده يعني بهي الفتره هي. فانا هيك برايي يعني انه بالبدايه كانت معطله، لكن بنص الفتره تقريبا رجعت نشطت ورجعت تعافت واعطت انتاج كويس ومتنوع. أكيد ما لنا غنى عن العروض والصالات العرض، ولكن عم نشوف بالآونة الأخيرة كثير من الفنانين عم ينشروا على السوشيال ميديا يلي هي صارت توصل لكل البيوت ولكل العالم. نعم. اختصارا للوقت وللجهد وللموافقات. أيوة. يلي مظبوط. تماما. خلينا نحكي اليوم، هل بتضل هاي الوهرة تبع المعرض إذا نشرناها على الفيسبوك؟ أكيد لا، بس انه الفيسبوك او السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، خلينا نحكي قديش هو منيح للفنان وقديش مو منيح. هلا يعني انا بعتبر انه في علاقه بين الفن والتكنولوجيا، يعني هلا في علاقه تكامليه، يعني يعني فرضتها روح العصر الحالي، يعني هلا هو عصر التكنولوجيا، يعني يعني في تجارب إبداعية، يعني حاولت التجديد، يعني حاولت التجديد ودمجت الفن مع العلم.
لإنتاج جديد يعني. فمثلاً صار في سهولة بتوزيع الأعمال الفنية بجميع أنحاء العالم بسهولة يعني، وكمان صار في الفنان يشارك بمعارض دولية كمان كمان بسهولة يعني ممكن دمجها مع العروض التقليدية يعني، بالإضافة لأنه سهلت على الإنسان يعني بأي مكان، على الناس بأي مكان أنهم يتابعوا ويشاهدوا الأعمال الفنية كمان بأي مكان بالعالم. فالتكنولوجيا مهمة يعني، والتقنيات كمان مهمة جدا يعني. أنا برأيي بس اللوحة الفنية يعني برأيي الشخصي أنه بتضل إلى مكانتها وإلى قيمتها الفنية، باعتبار أنه في علاقة مباشرة معها يعني، وقت بتتعلق اللوحة وأنت بتكوني ملموسة فبيكون في تفاعل وعلاقة مباشرة مع العمل الفني. يعني كل التحية اليوم لتجربتك الفنية، للرقية اللي شفناه بلوحاتك والغنى. حضرتك سيدة سورية أكيد بنفتخر فيها كثير. الفنانة حنان الشامي كنت ضيفتنا. يا أهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. يا أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم. يا أهلا.